الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت شركة ستاندرد أند بورز عن انخفاض إجمالي صادرات النفط العراقية إلى المصافي المستقلة الصينية لأكثر من النصف خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع العام الماضي. وقالت الشركة في تقرير لها إن هذه الصادرات بلغت 7 ملايين طن بعد أن كانت 14 مليون للعام الماضي. وأضافت أن صادرات العراق إلى المصافي المستقلة الصينية لشهر تشرين الأول الماضي هي الأخرى انخفضت لتصل إلى 532 ألف طن أو ما يعادل 3,720,000 برميل. أعلنت الهيئة العامة للجمارك ضبط 8 شاحنات محملة بمواد غذائية ومواد أخرى مخالفة لشروط الاستيراد في المنطقة الشمالية. وذكرت الهيئة في بيان لها أن كوادر قسم التحري ومكافحة الإرهاب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية قامت بضبط 8 شاحنات محملة بمواد غذائية هي عبارة عن حليب مطعم وفواكه وخضر وخضروات مستوردة وأسمدة، إضافة إلى صفائح زجاج مخالفة لشروط ضوابط الاستيراد. أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى أن العشرات من العمال فقدوا مصادر رزقهم في أكبر مدينة صناعية داخل المحافظة. وقال مدير ناحية بني سعد نجم السعدي إن نحو 20 معملا أغلقت أبوابها في الآونة الأخيرة في مدينة بني سعد الصناعية شرقي الناحية، والتي تعد الأكبر على مستوى ديالى وتضم قرابة 300 معمل ومصنع وورشة تنتج أكثر من 70 بضاعة مختلفة بينها الغذائية. وأضاف السعدي أن إغلاق المعامل تسبب في فقدان العشرات من العمال مصادر رزقهم، مبينا أن 95% من معامل ومصانع المدينة الصناعية متوقفة بالوقت الحالي، بعضها منذ عام 2003. أعلن اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط التركية أن العراق جاء في المقدمة المستوردين لصادرة المنطقة خلال الفترة من الكانون الثاني وتشرين الأول. وقال منسق الاتحاد نجدة سين في بيان إن صادرات المنطقة نمت بنسبة 47% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 12 مليار دولار خلال عشرة أشهر من العام الحالي. وأشار إلى أن العراق تصدر قائمة البلدان الأكثر استيرادا بواقع 900 مليون دولار، أي بزيادة بلغت 9%، فيما حلت هولندا في المركز الثاني بواقع 900 مليون دولار، تلتها إسبانيا بواقع 661 مليون دولار. توقعت إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطيات الدول مجلس التعاون الخليجي الست الغنية بالنفط بين 300 و350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضافت أنه في ظل إحراز تقدم في الآونة الأخيرة في توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم وانتعاش الإنتاج والتجارة العالمية، فإن احتمالات التعافي الاقتصادي أقوى الآن منها من نهاية العام الماضي. وذكرت أنه لا يزال من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي تنويع اقتصاداتها، حيث تمثل الإيرادات النفطية أكثر من 70% من الإيرادات الحكومية الإجمالية في معظم دول المجلس. ختام الموجز، إلى اللقاء.